ضيفنا الفلاحين، الارتفاع المحسوس في درجة الحرارة في الأونة الأخيرة يؤدي إلى تطور ذبابة الفاكهة، الذبابة المتوسطية أو كما نسميها علميا لاسيراتيد كابيتاتا، حيث أن نسجل نشاط على كل من فاكهة المشمش، الخوخ والتين، واللي غالبا ما يسبب خسائر كبيرة للفلاحين. خوتنا الفلاحين، تقوم أنثى الذبابة المخصبة بوضع البيضة تاعها تحت قشرة الثمرة تاعنا، بعد ذلك راح تعطينا يرقة اللي راح يؤدي إلى التعفن، فقدان القيمة الغذائية والسوقية للفاكهة. خوتنا الفلاحين، كيفاش راح نقوم بالمكافحة هذه الذبابة؟ تكون من خلال المكافحة البيولوجية، وذلك باستعمال حشرات مضادة لهذه الذبابة. أيضا تكون من خلال المكافحة الزراعية، وذلك بجمع الثمار اللي طايحة في اللاذ واللي باقية في الشجرة وردمها على متر ونص، على عمق متر ونص. أيضا تكون استعمال مبيدات كيميائية، ونقوم برش الأشجار تاوعنا كلية أو صف من اثنين بمبيد كيميائي حشري مرخص به، عملية ناجعة، وذلك برش جميع الأشجار أو صف من اثنين بهذا المبيد الكيميائي وبإضافة مغذي. ننبهكم خوتنا الفلاحين أيضا أن عملية الري لا يستوجب منها في ظل هذه الظروف المناخية. خوتنا الفلاحين، الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يسوق ويضع تحت تصرفكم عقد تأمين متعدد الأخطار الأشجار المثمرة اللي يحمي مستثمركم ضد الأخطار المناخية. وفي الأخير خوتي، ما يسعني غير نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، نحن دائما في الخدمة وحقكم أمانة. النشرة الفلاحية برعاية الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي. حقكم.